أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. مي ولا شبه حاطين لنا شيء نضيفه للزلمة، مش أصلا في إيه عندي صار عنا زمان سوي لنا شيء نشربه عيب الدان الزلمة. بلا شو يعني عارفين إنه في أصله زمان، يعني صار عندك خبر إنه في أصله بيرك زمان؟ لك إيش عم بستنى؟ هي غدا تغدى شاي شرب بعدين شو إيش عم بستنى العشاء يعني؟ انا برايي ينام عنا بالبيت، خليه ينام عنا. ولك هذا الفئة ما في جنس الذوق، ما في جنس، لك ما عنده دم ما بيستحي على حاله. ولك ما عنده اهل يسالوا عليه. امي وطي صوتك كرماء الله فضحتينا بدم الزلم، وطي صوتك. خايف على مشاعره ليسمع يا سيدي ويسمع. لك هذا جس طرشه، هذا ما يسال. اذا تروح تقول له بوتش والله ما عنده مشكله، ما انا هيك وصلني معي لهون. بتروح بتقلعه بسرعه. امي عيب ايش قلعه ما قلعه، هلا شوي ثانيه بروح لحاله خلص. بروح لحاله. لك قطش علي، قطع على البركونه ولا وين. ولك هذا سميك غليظ ما راح يروح غير بطريقتي. فرق ايش راح اعمل لك فيه بقى؟ انقلع وعاد تفرجيني وشك طاول. يخرب بيتك من حالك على ارض هالزو. انقلع منك يخرب بيته. امي يعني هيك اوكي خلاص، يعني مشي حالك ارتحتي قلعتي؟ سده لبوزك بسرعه، تلبس اغراضك بتروح لعند خالتك اللي بيتها بالبلد عم تستناك، بدها تعطيك مصاري يجيب لي اياهم بسرعه. على البلد يعني عندي مشوار 3 ساعات هلا بالمترو. يا الله ماشي. حاضر الو. نعم امي. نعم. لك عبادة وينك لهلا؟ ليش كده تأخرت؟ مش أصلا لك رايح؟ أمي أنت بعتيني مشوار طويل على البلد، يعني لسه ما صار لي ساعة نازل، يعني في وقت طويل لسه. بسرعة لا تأخر، بدي أبعتك مشوار تاني لأنه بسرعة. نعم لسه في مشوار تاني. أمي ألو يو الله. فصلت مكالمة. لحظة شوي، شو هذا؟ يعني هاي فينا نسميها لعبة؟ حدا رامية يعني؟ شكله لازم ناخدها على البيت احسن شيء. وما سماعات كمان غريبة. ما بجي استاذ، يعني ليش غلبت حالك وجيت؟ وين المصاري جبتهم عند خالتك؟ هلا امي انا كنت رايح اجيبها، يعني شفتي حكيت معك على التليفون وانا بنص الطريق حسيت حالي تعبان كثير وبعدين حملت حالي ورجعت، قلت بجيب لك اياهم بعدين. نعم يعني هلا بعد كل هاد ما رحت جبت المصاري؟ لحظة استنى شوي، عم بمزح معك والله ما بدي امزح. عندي جبت لك اياهم، حطيت لك اياهم بعلامه هنيك على الفرن ما شفتيهم. ليش؟ وين؟ فرجيني لشوف. خليك عم طلي. اخ يا حقير هربت لهم. امي ايش كنت ضلي بالك؟ وصلي على النبي، الموضوع ما مستاهل. عبادة عبالك افتح الباب احسن لك. ها امي خلاص الباب مقفل، بعد ارجع افتحه طاولة لا تحاولي يعني. الله منشوف ايش قصة هاي بقى، بس شكلها وسخة كتير بدها مسحة. افهم وينه عبادة؟ ولك وينه هالزفت؟ وينه بس قولوا لي وينه؟ نعم بابا نعم. انت ايش قلت هلا؟ انت مو عم بتدور علي هلا؟ صح عم بدور عليك، بس انا ما فتحت تمي بحرف فراس صرخت لها الطاولة، شلون عرفت انت؟ المهم هلا انسى تاع بدي اياك تطالع لي الميكروويف لفوق على الخزانة لمحله. يلا وان شاء الله بقى عم بين ايديك، لانه متزاور منك وجاي على بالي طربشك، فان شاء الله بقى عم بين ايديك. بابا انت قلت شي هلا؟ شفتني شي حكيت انا هلا غير قلت لك يا ما حكيت شي؟ خلصني تعال يلا. يلا روح يلا. هلا اللي صار معي حقيقة ولا انا عم بتهيأ لي؟ ابوي ما كان عم يصرخ لي، بس انا شلون عرفت وسمعت صوته؟ لا غريبة. ماما يا ماما
نعم، ليه تسخني؟ يو، شو بو هذا لسه فين فيني هيك؟ والله رعبني. نعمش! يو، شبك ايش في؟ لا لا ما في شيء، ما في شيء، امي ما في شيء. قولك انا اصلا خلفي مهبيل، مهبيل. مهبيل مهبيل، قريب مهبيل، انا سمعته، انا سمعته. لحظة. سماعة. هذا الجهاز كان حي، هذا الجهاز كان حي. انا لازم اعرف شلون استغله. بابا؟ نعم. خير. ايش بدك؟ كان بدي اخذ منك مبلغ بسيط كتير، شغلة 1000 ليرة بس. شو؟ ايش تفضلت؟ رايح انصحك نصيحة من قبل ابنه، نقلع على غرفتك وضب حالك عشان ما هم قاسينوا لك 1000 كف على خلقتك. بابا بدك تعطيني ولا بدك تضطرني ادخل اقلها لامي؟ عم بتهددني يعني وراك؟ بعدين ايش بدك تقلها لامك يعني؟ انت اكتر واحد تعرف ايش عامل بابا. قولي لك ليقوم هذا السمع بقصة ام تحسين يا ربي. هاي هي زكي، بدك تعطيني المصاري ولا بروح اقول لامي على قصة ام تحسين؟ وانت صوتك يخرب بيتك هتفضحنا اس يا عسل. وانت منين عرفت هذا الموضوع ولاك؟ انا بعرف قصة من اولها وكان بدي بس 1000 ليرة، هلا بعد قصة ام تحسين صاروا 1500، واذا تاخرت اعطيني اياهم احتمال يصيروا 2000 ليرة. بقى انت شطارتك. الله يخرب بيتك من حالك، انضرب على قلبك زوك. هات يا عمري، شايف هيك ما احلاك؟ امانه برقبتك، اذا لازمك شيء قل لي ها، نحن اصدقاء لانه. اخ يا وطي، وطش مني 1500 ليرة وعمزلني كمان. برجع بحكي معك، ماشي يلا سلامي، يلا معك، مع السلامة. نعم، ايش بك؟ ايش فيه؟ ايش كانت عم بتقول لك رفيقتك؟ ما كانت عم بتقول لي شيء. اكيد خدوج ما كانت عم بتقول لك شيء؟ ايه، اكيد ما عرفتي شيء. قولي ليقوم عرف اني سقطت بمادة رياضيات، والله بهدلني ان شاء الله ما يكون عرف. الله انا رح انسى انه انت عم تكذبي، بس شلون هيك تسقطي برياضيات؟ اخ يا واطي، عم تتنصت علي؟ ما بسيطة يا عبادة، بسيطة. لا تعلي صوتك، لا تعلي صوتك، لك مشانك انا ما هو مشاني. ايدك على 300 ليرة بسرعة عشان ما احكي قدام امي وابوي عشان تعسكت هاتي. ما معي مصاري، ما معي فلسة ولا ليرة معي. امي لو تسمعي الصاير، بس خلاص خلاص، يخرب بيتك هتفضحنا، هدول مصمتهم كلياتهم، خدهم. شكرا يا حبيبتي. يخرب بيته من حاله، شلون تصت علي وانا ما حسيت عليه؟ يخرب بيته. عجب امي هلا بشو بتكون عم بتفكرش؟ بسيطة، الله بنعرف. عجب عبادة بكون شاف الغراض الجدد اللي اشتريت له ياهن وطالع له ياهن هلا ولا بعيفن لبعدين؟ لا 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 لا، رح اعرف له ياهن ليجي العيد، بطالع له ياهن بالعيد احسن. لسا بدك تستني للعيد؟ يو شبك؟ ما في شيء، انا قصدي يعني لسا العيد مطول، وين مخبي اللبس الجديد؟ وانت مين قال لك عليهم؟ ابوي هو اللي قال لي. هو قال لك؟ ما عندي نبهت عليه ما يجيب سيرة لحدا. ولك ابو عبادة؟ بسيطة يا ابو عبادة، هن مخزنتك تحت بالدرج التحتاني مخبيين بأكيس، روح خدهم. يو يحيى العدل. لسه قال بدي تخبيهم للعيد عشان يصغروا عود بألبسوا. انا والله شكلي مع هذا الجهاز انا راح اعمل بلاوي كتيره. كنز. يلا عبادة، يلا يا زلمة، صار الظهر. عبادة استاذ، بدنا نستخدم فيك. يلا لا، ولك عبادة يا كديش عم بحكي معك يا بطيخ. مالو منه يعني؟ قوم في بالك عبادة. لا